إذن تحية لكل متابعي قناة شوف تيفي عبر هذا البث المباشر من مدينة قلعة أسرانا بعد ارتفاع عدد الوفيات ببلادنا إلى 91 حالة، فيما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة ببلادنا كذلك إلى 1242 حالة. إذن أعلنت وزارة الصحة قبل قليل من يومه الأربعاء عن تسجيل 58 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 8 صباحا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 1242 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب كوفيد ماروك بوان ام ا أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 4358 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته إلى 97 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 91 حالة وفاة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، اليوم كترتفع الحصيلة ببلادنا، إذن كما شفتوا فارتفاع عدد حالة الوفاة إلى 91 حالة، فيما بلغ عدد ارتفاع الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 1242 حالة. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد كل الوفيات برحمته الواسعة وأن يشفي كل المصابين. تحية لكل المتابعين عبر هذا البث المباشر من مدينة قلعة أسرانا، إلى اللقاء، نلتقي في مباشر آخر إن شاء الله.